المتنجس يختلف عن النجس. النجس يقال عنه عين النجس مثل البراز مثل البول، تقول عين نجسة. لكن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يقال عين النجسة، وإنما يقول إيش؟ عين متنجسة، لأنه كان طاهرا ثم لما أصابته نجاسة صار متنجسا. فيفرقون بين النجس وبين المتنجس. فالنجس هو ما كانت عينه نجسة، هو نجس. هذا النجس لا يمكن أن يطهر. يعني لو واحد أخذ البراز أو البول قال أغسله وطهره وأضيف له، ما فايدة. لماذا؟ عين النجسة. أخذ الدم مثلا يبي طهره، ما يصير، عين النجسة. الميتة مثلا ما تصير، عين النجسة. فالعين النجسة لا يجوز تطهيرها، لا تطهر أصلا، عين النجسة. أما المتنجس هذا أصلا كان عينا طاهرة ثم أصابتها، هذه يمكن غسلها وتنظيفها وإزالة النجاسة التي أصابتها. كذلك جلد الميتة، جلد الميتة يتنجس بسبب موت الميتة، أيضا لو دبغ وطهر صار عينا طاهرة، مع أنه في السابق كان متنجسا بسبب الموت، كان متنجسا بسبب الموت. أما لحم النجسة فإنه يصير هو نجاسة، يصير هو نجاسة، لذلك لا يتطهر. فيفرقون بين المتنجس والنجس.